متابعينا الاعزاء، مساء الخير. اليوم حكلمكم على نزول الدم بعد الجماعه. طبعا هذا ما هو شيء يخوف في معظم الاحيان، يعني غالبا يكون في اما نشفان في المنطقه وبسبب الاحتكاك يصير في نزول دم من المهبل، بس هذا اقل الحالات. هذا يحصل اكثر للسيدات اللي توقف عندهم الحيض، اللي هم فوق سن 50 55، او ممكن يكون في حاجه على عنق الرحم مع الجماع وملامسه عنق الرحم فوق، يعني في المهبل من فوق. ممكن يكون في لحميه على عنق الرحم او حاجه نسميها الاكتروبيان، اللي الناس تسميها قرحه عنق الرحم، ودي حخصص لها حلقه ثانيه بعد شوي احكي لكم عليها. لكن على العموم الاكتروبيان هذا اللي يحصل بسبب حبوب منع الحمل، او يحصل بسبب هرمون الاستروجين او الحمل نفسه، فملامسته تسبب نزول للدم، هذا شيء طبيعي. واللحميه شيء طبيعي، فالوحده لما يجيها نزيف بعد الجماع مجرد يبغى لها فحص نسائي نتاكد ما عندها لحميه، لو في لحميه طبعا نزيلها وكذا. والشيء الثاني ناخذ لها مسحه عنق الرحم نتاكد ما عندها اختلاف في الخلايا، اذا ما في شيء فما في حاجه تخوف.